بانوراما اقتصادية، برنامج نوافيكم فيه بآخر المستجدات في الصحة الاقتصادية، ونخاطبكم بلغة الأرقام والمؤشرات على إذاعة بيجيد الإلكترونية. صوت الغيرة على الوطن، صوتكم حين يصل. رفقة شيماء علول. أسعد الله أوقاتكم متتبعين الأوفياء في برنامج بانوراما اقتصادية، ونبدأ بالعناوين. المغرب يتجه نحو نهضة اقتصادية مهمة رفقة نظيره الصيني. بدء الأشغال بمحطة طنجة المدينة استعداداً لاستقبال التجري. الأبناك التشاركية إنجاز حكومي يستحق التنميه. أهلاً بكم. تأتي الشراكة الاستراتيجية التي أضحت تجمع بين المغرب والصين بموجب الإعلان المشترك الموقع عليه يوم الأربعاء الماضي ببكين بين طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني تشي جينغ بينغ، للتركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، وذلك من خلال أحداث العديد من المشاريع الملموسة في قطاعة واحدة، من حيث أحداث فرص الشغل والقيمة المضافة، من خلال مساعدة المقاولات الصينية على الاستقرار بالمغرب وتشجيع الشراكة القائمة بين المقاولات الصينية والمغربية. تصريح محمد خليل رئيس الجمعية المغربية الصينية للصداقة والتبادل. أولا، هذه الزيارة في الحقيقة هي زيارة مهمة جدا وتاريخية ولها أهمية كبرى لا بالنسبة للصين ولا بالنسبة للمغرب. فمن طبيعة الحال بالنسبة للصين هي دائما تنظر إلى المغرب على أساس أنه بلد ذو موقع استراتيجي مهم جدا، بحيث أنه من حيث قربه لإفريقيا وعلاقته الوطيدة خصوصا بالدول الإفريقية الغربية، الدول الفرنكوفونية. ثم أن هناك من بين المسائل المهمة جدا بالنسبة للصين هو أن أولا المغرب يتمتع باستقرار سياسي وأمني، هذا شيء مهم جدا. مسألة ثانية وهو أن المغرب له مجموعة ديال اتفاقيات ديال التبادل الحر مع عدد من الدول، يعني فوق 30 دولة، وكل هذه العوامل بالنسبة للصين يعني مشجعة من أجل الاستثمار في المغرب. فتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بطبيعة الحال لخدمة هذا الجانب، يعني خدمة هذه العلاقات يعني المهمة التي يعني إن شاء الله ستكون لها يعني نتائج جد مهمة جدا بالنسبة للبلدين. أن الصين ستوجه المستثمرين إلى المغرب من أجل الاستثمار، وهذا جوج الحوايج اللي هما مهمين جدا، هذا من طبيعة الحال غيؤدي إلى خفض العجز التجاري اللي موجود ما بين الصين والمغرب، والذي يضر بالمغرب جيدا. أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية بدأ أشغال المرحلة الأولى من تهيئة بهو المسافرين بمحطة طنجة المدينة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط فائق السرعة الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة. وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فإن هذه الأشغال ستهم تهيئة كل من بهو المسافرين بما في ذلك التجهيزات المتعلقة به، وكذا الأرصفة والمساحات الخارجية. لم تنسى الحكومة الإصلاحات الهيكلية في الجانب المالي، حيث بدأت في ورش إخراج البنوك التشاركية للوجود، والتي ستساهم في ضمان الاستقرار المالي للبلاد عبر 6 خدمات ستقدمها: المرابحة، المشاركة، المضاربة، السلام، الاستصناع والإيجار. إليكم تصريح الدكتور عبد السلام بلجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي. تقدم الأبناك التشاركية
التي صدقنا عليها مؤخرا ست منتوجات، هي المرابحة، المشاركة، المضاربة، السلام، الاستصناع والإيجار، وتقدم الخدمات الأخرى التي تقدمها البنوك التقليدية شرطة ألا تتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي. وينتظر إن شاء الله أن تكون لهذه البنوك التشاركية آثار إيجابية سواء على الادخار أو على الاستثمار أو على التشغيل، كما ينتظر أن تكون لها آثار في استقطاب رساميل أجنبية، وكذلك يمكن أن تكون لها آثار إشعاعية في المحيط الإقليمي للمغرب. لكن مشروع الأبناك التشاركية تأخر وفقا للموعد الذي حدد لانطلاقه، وهذه أسباب تأخر هذا الورش الكبير الذي يحسب لهذه الحكومة حسب تصريح محمد خيي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية بالبرلمان. مادام حنا كفارق راسلنا وزير الاقتصاد والمالية بخصوص هذا الموضوع، وكنطلبوا حضور توالي البنك المغرب، ونتحدث بشكل واضح في المراسلة الموجهة لرئيس مجلس النواب لعقد لجنة المالية، نتحدث عن تماطل الآن ثلاثة، نتحدث عن تماطل في بداية يعني تفعيل هذه المنتوجات الأبناك التشاركية. احنا لو كان عندنا أسباب واضحة ما كناش نستدعي وزير المالية وبنك المغرب اللجنة المالية باش نستفسروهم، لأن احنا الذي يهمنا هو أن المواطن يستفد من وجود واحد أبناك تشاركية كتشتغل بطبيعة الحال على منتوجات بديلة بطريقة جديدة، واللي بطبيعة الحال الناس اللي معنيين بها كينتظروها لمدة منذ إحالة مشروع القانون على مجلس النواب، والناس كتتابع معنا العملية ديال النقاش اللي كان في مجلس النواب والمصادقة على هذا القانون والإجراءات الأخرى التنظيمية من قبل تعيين الظاهر ديال اللجنة اللي غادي تولى العملية ديال مطابقة الرأي بالنسبة للجنة اللي تابعة المجلس العلمي الأعلى، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى اللي اشترط في المراسم تتهم يعني الشكليات والقانونيات اللي تروج هذه المنتوجات. كاين تأخر واضح في العملية، كاين للأسف واحد تفسير جاهز هو تفسير سياسي موجود عند الرأي العام وتناولته الصحافة، يقول بأنه كاين حسابات سياسية للأسف في هذا الموضوع، ما باغياش تحسب لهذه الحكومة في هذه الولاية الانتدابية هذا الإنجاز ديال البنوك التشاركية. احنا ما بغيناش طبيعة الحال أنه نصدقوا هذا الأمر، ما بغيناش نصدقوا أنه كاين جهة معينة تعمل على العرقلة ديال إخراج البنوك التشاركية في هذا الفترة، أنه كانت عندنا صريحات سابقة ديال والي بنك المغرب الذي تحدث على مواعيد سابقة اللي غتكون مرحلة تكون بداية ديال تفعيل الأبناك التشاركية، ولكن هذه المواعيد للأسف لم يتم الالتزام بها، وكل مرة يتم تقديم مصوغات أو تبريرات جديدة اللي كتفسر العملية ديال التأخر في إطلاق الأبناك التشاركية. يعني نسجل الوضعية ديال التأخر الكبير في إخراج البنوك التشاركية للأرض الواقع. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا الأسبوعية، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله على إذاعتكم الرقمية بيجيدا راديو، صوت الغيرة على الوطن، صوتكم حين يصل. كونوا في الموعد. كانت معكم من وراء الميكروفون شيماء علول، وفي الإخراج يوسف مسامح. في أمان الله.